يجب اليوم أن يكون هذا الموضوع حاضرا في منبر الجمعة. منبر الجمعة اليوم عليه دور مهم في توعية الناس من مثل هذه القضايا. اليوم على الخطيب أن يقدم مثل هذه الإحصائيات، أن يقدم مثل هذه الحالات للناس. يجب اليوم على أصحاب القلم في المجلات في الجرائد الصحفية والمجلات والكتب أن يكتبوا عن هذه المواضيع. اليوم نحن بحاجة أن تتكاتف جميع الجهود في المجتمع للقضاء عليها. اليوم هي رسالة من برنامج سفراء الحب إلى هيئة حقوق الإنسان إلى أن يصبح هذا الملف حاضرا بين أيديهم. يجب اليوم أن تفعل القرارات التي تؤخذ من مجلس الشورى، من مجلس الوزراء. هذه القرارات يجب أن لا تؤخذ إلى الإرشيف، وإنما يجب أن تصبح واقعا ويجب أن تفعل. مشكلتنا اليوم أننا نفهم هذه المشكلة ونعرف قدرها ونعرف حجمها، لكن المشكلة الكبيرة لا نستطيع تحويل القرارات تجاه هذه المشكلة إلى قرارات فعالة وموجودة في المجتمع. سامية، قالت في بداية أصبت بالإعاقة منذ الميلاد. كانت إعاقتي كنت أستطيع أن أمشي، فكنت يعني إعاقتي كانت سبب منعي من خروجي من البيت، منعي من دراستي. بحكم أنا كنت عايشة في بيئة في مجتمع كان صعب إنه البنت تخرج، ولا سيما خاصة إذا كانت معاقة. كيف صار؟ فهذا كان نظرة عديم التقاليد اللي هذا عكست على الأسرة، والأسرة هي يعني عكست يعني على عيب. الشخص على البنت هي تكون عار. وبحكم إنه كمان المسافة كانت بعيدة، كان يعني نقول إيش الفائدة إن إحنا نهتم بهذه، نهتم بدل ما نهتم فيها نهتم بأخوتها. يعني الأخوة يعني الأولوية للأخوة أكثر من البنت. السليمة ما هذه معاك إيش يطلع منها؟ ما منها فائدة، ما منها فائدة. خلوها بالبيت عادي، مش تجلس 20 سنة 15 سنة ما في مشكلة. طبعاً الآن سامية أفضل أخوانها. سامية مبدعة. سامية أبوك يجيكي؟ الوالد يجي يزورك؟ أبي نحن